مريوم افتحي الكاميرا يا مريم. اي دقيقة بس. ماشي، يلا نكتب كلمة جبن. اظبط الجي. ايوه شاطرة. اظبط الكاميرا يا آدم. لا دي هتبقى مشاركة محدش. جو جو جب جبن. يلا جبن. السلام عليكم يا ناس. وعليكم السلام يا إبراهيم. يلا يا حلوين نكتب كلمة جبن. كتبتها يا آدم؟ يلا يا حلوين أشوف جبن. يا مس الماوي الحساب. حبيبي ده لغة عربية. برافو عليك يا مريم. لا لا ما بدي. نعم ما بدي الحساب. لا لا حساب رياضيات ولا في الحصة يا مس. نعم حسيت ايه؟ حسيت ايش يا مس؟ عربي لغة عربية. لا ابراهيم اخذها في الفصل الثاني. لا لا ما بدي. ماشي منورنا يا ابراهيم برضه. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. سلام. لا طيب يلا كلنا خلصنا جبن. الله ايه الشطارة دي يا روكي. برافو عليك يا آدم. مريومة كتبتي جبن؟ ايوه وريتالي فعلا؟ ايوه ايوه صح. طب لما حطي الحركات وحطي النقطة تحت جيم يا لما. كلتي النقطة؟ عليك. يلا شرطة صغيرة يا شطار. مين شرطة جنبها كده؟ في نفس السطر. خدي في نفس السطر شرطة كده. روكا أنا هزعل منك. يلا يلا انا عايزه نشاط. جبل 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 جيم برضو. جيم جبل. ايوه برافو عليك يا لون. وبعد كده لام. جبل ج ب ج و ب. يبقى حركتين الحركتين فتح يا حلوين. يا مس يا مريم ما تكتب ايه تاني؟ جبل جبل. ايوه اوكي. لا إله إلا الله. خلاص الله إيه الشطارة دي. شاطر يا روح قلبي. شاطرة يا لولو. اكتبي الحركات يا لومة. جبل جا وبا يا مريم. جا وبا وليس جب. ما قلت جب قلت جا با. ايوه شاطره جدا احسنتي. روكا وريني يا روكا. ادم وريني يا ادم. جبل. برافو عليك يا لما. روكا خلصتي جبل؟ وريني دودو كده. احسنتي يا روكا. ادم انهيت كلمة جبل ليه؟ وريني دي جبن. انا عايزة جبل. جبل جا وبا بعدين بل. يلا يا آدم قوم يا آدم. اقعد يا آدم اكتب شرطة صغيرة. آخر كلمة حلوين كلمة جسر. جسر جسر. يلا يا روكي. يلا يا لومة. جي جس.
هو دي كلمة ايه يا آدم؟ معلش، جسر والسين مخصمة الراء ليه يا آدم؟ صالحهم على بعض يا حبيبي. نسبة خلي السين ماسكة في الراء. نعم، جس. ده صوت ايه ده؟ الساء. الساء، انا قلت الساء ولا قلت الس؟ الساء بطلع فيها، ايوه برافو عليك، الساء بطلع فيها لساني، لكن ده ما طلعتش لساني. جسر، وبعدين احنا ما خدناش الساء. شاطرة يا روكا، بس حركة السين ايه يا روكا؟ جس، وقفت عليها ايه؟ ده ايه؟ لما بقف على حرف يبقى حركته ايه؟ تشكيله ايه؟ إيه؟ تشكيله سكون. يعمل السكون اللي هي دايرة صغننة فوق. في ايه يا لومة؟ يا لومة مالك يا لومة؟ مالك مش عارفة تكتبيها؟ وريني بس. ايوه برافو عليك يا مريم. وبعدين را. ايوه جسر. السين. لا دي دايرة معوقة. ايه الشطارة دي؟ عاملة زي الضمة ليه كده؟ جد بسرعة. يلا يا رور، خليكي مركزة مع موسى لما نايم جوبي ويكي. يلا يا حلوين عشان ناخد قصة النهاردة يا آدم. يلا يا حياة قلبي. لما، أنا ما شفتش يا لما، عملتي إيه؟ آدم، ظبطت كلمة جسر؟ كتبتها صح؟ جس، السين ساكنة يا لما، والراء بتنزل من تحت السطر عشان ما تبقاش شكل الدال. بس احنا هناخد حرف جديد. ايوه هناخد حرف جديد. شاطرة، نزلي الراء بقى تحت السطر، خلاش فوق السطر كده. مش شايفة حاجة يا آدم. لما تخلصها هتبعنا كومنتات. ايوه برافو عليك شاطر. طيب يلا يا شطار، هناخد هناخد حرف جديد. ادم افتح الصوت كده، اقرا الكلمه دي يا ادم. شاطره يا لومه. ايوه كده، يلا يا ادم اقرا. مس، هناخد حرف الزم. استني، انهي كلمه؟ الكلمة اللي أنا حاطة عليها دايرة حمرا. قولي تاني. أيوه يا أيوه يا مريم، خليكي بس سامعيني. ذهب. مش كده. ذهبت. برافو عليك. اللي بعدها بقى. دهجة زين. كمل. زينة. طب اللي بعدها. إلى. دي مح واحدة واحدة. محل. طب ودي الزهور. ذهب زينة إلى محل الزهور. ماشي يا آدم، ركز بقى معايا يا آدم، كلنا مركزين ونسمع القصة يا حلوين. ذهبت زينة إلى محل الزهور. زينة. بصوا يا شطار، البنوتة الجميلة دي اسمها إيه؟ زينة. زينة، زينة يعني.
نفتح الكاميرا يا آدم. يعني زينة اسمها زينة. آدم الكاميرا. اشترت زينة باقة زهور جميلة. شايفين دي اسمها ايه حلوين؟ وردة. باقة زهور. باقة زهور. باقة زهور. برافو عليك. اهدت اهدت زينة الزهور الى والدتها. يبقى هي عملت ايه يا شطار؟ اشترت باقة زهور وادتها لمين؟ لمامتها. لوالدتها. شطورة يا لومة. زهرة حمراء. يبقى اول كانت زهرة لونها ايه حلوين؟ حمراء. وزهرة صفراء. صفراء. الزهرة الثانية صفراء. وزهرة زرقاء. يبقى هي اهدت لوالدتها كم زهرة يا شطار؟ ثلاثة. زهرة حمراء وزهرة صفراء وزهرة زرقاء. طيب يا شطار النهاردة بصوا يا شطار، انا عايزاكم تنتبهوا بقى. شايفين الحرف ده اسمه ايه؟ اسمه زاي. اسمه ايه؟ كلنا نركز. اسمه ايه؟ كلنا فاتحين الصوت يا مريم. اسمه زاي. زي لا مش قصدنا يعني ازاي، لا هو اسمه زاي. زي زي ايه؟ زي ايه يا شطار؟ زهرة. برافو عليكي، زي زهرة. حور حبيبة قلبي يا حور. حرف الزاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حور، كيف حالك؟ حبيبتي الشطورة افتحي الكاميرا. الحمد لله. دائما يا رب يا روح قلبي. النهارده يا حور عندنا حرف اسمه زي. اسمه ايه؟ زي. زي زينة. البنوتة دي اسمها زينة. زينة. وهنا الباقة دي باقة ايه يا حلوين؟ باقة زهور. باقة زهور. ايوة. باقة. واول زهرة لونها ايه؟ زهرة حمراء. حمراء. والزهرة الثانية زهرة صفراء. زهرة. والزهرة الثالثة زهرة زرقاء. نفتح الكاميرات يا حور انت وآدم، وآدم بطل تلعب في الكاميرا. تعالوا يا شباب يلا كلنا يا كتاكيت يا حلوين يا شاطرين. أيوة نكتب حرف ازاي يلا كده في كشكولنا. زي الراء بس عليه نقطة. أيوة هي من أخوات الراء. هي أخت الراء ولكن فوقيها قبعة، لابسة قبعة، حاطة نقطة فوق راسها. لابسه قبعة. يلا ايوه يلا عشان هنكتبها. ادم بصي مش هتكتب ازاي. يلا احنا عرفنا قبل كده ان بنكتب ازاي الراء. زي الراء بالظبط يا حلوين. خط راسي صغير. بصوا برافو عليكي يا لمى. خط راسي صغير فوق السطر، اصغر من ده عشان ده كبير. خط راسي صغير فوق السطر، وبعدين خط منحني تحت السطر، ونحط فوقيه قبعة. ازاي عندها قبعة اهي؟ حاطة نقطة فوق راسها. مش شايفة الا جسري يا مريم. احسنتي يا مريومة، برافو شطورة. ايه ده يا روكا؟ احسنتي، جميلة جدا، ممتازة. مين تاني؟ لما ومريم وروني. ادم افتح الكاميرا. اكتب حرف ازاي يا ادم؟ يا ناس. نعم يا حور. ممكن تكتبيها؟
حاضر يا قلبي، هكتبها لك تاني. بص يا حور، ازاي بنعملها ازاي؟ ماشي يا آدم، اعملها معايا تاني يا آدم عشان دي مش عاجباني، واكتبها صح يا آدم من بداية السطر. خط رأسي صغير فوق السطر اهو، بصوا عملت حاجة خط صغنن خالص زيكم. اي ايوه ماشي تمام، بس اعمل لها خط صغير كده فوق السطر يا آدم، ما تسحبهاش كده على طول من تحت من على السطر. بصوا بقى، انا عملت الخط الصغنون اهو، هاجي هنا واعمل خط اسمه مقوس او مائل اهو، خط مائل، ونحط فوقيها القبعة بتاعتها، النقطة بتاعتها اهي. كتبتيها يا روحي؟ ايوه يا مس. وريني يا حياتي، قربي يا روحي، مش شايفه يا حور. ماشي، النقطة بتاعتها هتكون يا حور، دي كلها نقطة يا حور، شطورة. يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه ايه يا كتاكيت؟ اسمه حرف ايه؟ باي. باي. اسمه حرف ازاي؟ زي. طيب خدوا بالكم، اللي احنا كتبناها دي ازاي المنفصلة، وبرضو ازاي اللي بتيجي في اول الكلمة، يعني لو جت في اول الكلمة هتكون بنفس الشكل ده يا روحة انتي ومريم. ماشي يا حور؟ مش هتفرد اي ايد. ليه؟ علشان ازاي من الحروف الشائية، زيها زي الراء، زي الالف، من الحروف الرافصة اللي ملهاش ايد شمال، اللي مش بتتصل من جهة اليسار، لما تيجي في بداية الكلمة بيكون شكلها منفصل بنفس الشكل. ماشي؟ طب لو جت في وسط الكلمة وآخر الكلمة هتفرد ايد واحدة بس، هي ايديها اليمين، ايديها اليمين. يا جوجو وحشتيني، السلام عليكم يا جوجة السخنطة مستخبية، افتحي الكاميرا. نرد ايه ده؟ انا ها 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 انت بتستخبي مني؟ برافو عليكي يا لما، لما كتبتها شطورة. يلا فين كشكولك يا جوجو؟ بصي يا جوجو، احنا خدنا حرف اسمه ازاي؟ نعم. ممكن تكتبيها؟ انا هكتبها اهو يا حور. يلا هنكتب ازاي اللي بتيجي في وسط الكلمة وفي اخر الكلمة، هتكون بالشكل ده، هتفرد ايد واحدة بس اليمين يا حور، افردي ايديها اليمين على السطر. يلا يا آدم، يلا يا جوجة، يلا يا جوجة يا جميلة. لا 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 يا لما، لما انت كده كتبتي ذال، كتبتيها ذال يا لما، سهل الأخيرة دي. أيوة يا آدم، حلوة أوي يا آدم، شطور. خلاص إحنا عملنا، فردنا إيديها يا حور، فردت إيديها، اكتبيها بقى زي ما اتعلمنا، خط راسي صغير وبعدين خط مائل تحت السطر، ونحط لها نقطة. دي إزاي المتصلة من جهة اليمين لما بتيجي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. شاطرة يا روكا، ممتازة جدا يا روكي. وريني يا حور، مش شايفة يا حور. لا دي منفصلة، فين المتصلة يا حور؟ فين اللي فرد ايديها اليمين يا حور؟ يلا يا حور. جوجو، جودي يا جميلة، أستاذة جوجو، قومي اقعدي اكتبي. ازاي بتاعتك بقت ايه؟ قد الصفحة؟ يا الله يا الله، كل دي زي دي نون دي يا جوجو. كل دي زي دي، شربت ميه كتير قوي دي. وريني. ايوه برافو عليكي يا مريومه، شطوره.
لا حور انا مش شايفه يا حور، انت كاتباها فين؟ شاوري لي عليها، انا شايفه عيون بس يا حور. انت رسم عيون ورين دي، دي زي متصله من جهه اليمين. حرام عليكي يا حبيبه قلبي، اكتبيها تاني. حور بص يا حور انا عملت ايه، انا فردت ايديها اليمين الاول. اكتبي يا جوجو معايا تاني، يلا يلا نكتبها خط احلى. هنفرد ايديها على السطر، بصوا فردنا ايديها اهو على السطر، خط افقي على السطر يا جوجو. ما تحطيش القلم في بقك. يلا يا شاطر. لا اشد كفيها من هنا. بعدين اول ما فردنا ايديها على السطر هنكتب ازاي، زي ما اتعلمنا، خط راسي وخط مائل، ونحط النقطه فوقيها اهو. يا جوجو انا كتبت ازاي، حلوه وريني كتبت ازاي، بتاعتك شكلها ايه. يا وريها للناس، وريني يا حور يا جميله. الله يعني حاولت اتظبطت شويه، برافو عليك شطوره، احسنتي. بس كل دي نقطه يا حور، انت النقط بتاعتك كبيره قوي يا حور. صغري النقط. طيب احنا عرفنا احنا عرفنا ان ازاي لها موضعين وشكلين بس يا شطار، لانها من الحروف الرافصه، بتيجي بالشكل الاولاني ده لما تكون منفصله ومتصلة من جهة اليسار، يعني جت في بداية الكلمة، والشكل الثاني لما تكون في وسط الكلمة وجت في آخر الكلمة. طيب تعالوا كده يا شطار كلنا قاعدين. مريم افتحي الكاميرا يا مريم، افتحي الكاميرا يا مريم. اسمها ايه؟ زرافة. ز ز ز زرافة. طب دي اسمها ايه؟ مية. مية. ها؟ لا. مية. لا مش مية. دجاجة. افتحي يا لما، شاطرين افتحي يا لما الصوت، احنا كلنا بنشكل بنشارك مع بعض. ده اسمه ايه؟ مية. ده 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 الشكل دائرة، ده اسمه ايه؟ دائرة. بيبقى موجود في الملابس بتاعتنا. زرار. زرار. اه بس ما اسموش، ايوه بس ما اسموش زرار، عشان زرار دي كلمة مش لغة، مش عربية. باللغة العربية بنقول عليه زر. اسمه ايه؟ زر. 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 برافو عليك شطار جدا. طيب يلا كلنا كده بصوت عالي ونقرا ازاي مع الكسره، صوتها ايه؟ زي. احسنت. طب ازاي مع الضمه؟ زو. الله. ازاي ساكنه ليها صوت؟ زي ساكنه. ايوه برافو عليك، اسمها زي ساكنه. طب ده حركة ايه؟ حركة ايه؟ الفتح. زي فتحة صوتها ايه؟ ز. ز. فتحة ز. كسرة زي. ز. زي ضمة زو. زي ساكنة. زي ساكنة. طب تعالوا بقى كلنا قافلين الصوت، محدش يفتح الصوت الا اللي يسمع اسمه بس. ادم اسمه ايه ده يا ادم؟ انيتك. نعم. لابس انهي تيشيرت اللي تحت؟ لابس اهو اللي تحت الاصفر. ايس كريم. لا ده مش ايس كريم. لا ده حاجة بتتعمل من اللبن، اسمه ايه؟ وبيتاكل. زبدة. هو مش زبدة، هو اسمه زبادي. زبادي. طيب مين يعرف ده اسمه ايه؟
حد يعرف اسمه؟ لا. تعرف يا آدم اسمه؟ اسمه ايه؟ فازة. لا مش فازة. ها ها يا حور، اسمه ايه يا حور؟ اللي عارف اسمه اسمه ايه؟ مش عارف. اللي عارف يفتح الصوت ويقول. ها اسمه ايه؟ لا مش عارفه. ايوه اسمه، ايوه برافو عليكم، اسمه زير. اسمه ايه؟ زير. يلا زير. 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 طب ده هنعرف اسمه ايه؟ زير. خلاص خلاص احنا عارفين. اللي ماما بتعمل بتحطها في الاكل اسمها ايه دي؟ زبد. ايوه زو زبد. اسمه ايه؟ زبد. زبد. طيب ده يا حد يعرف اسمه ايه؟ بنعمل بنعمل بيه موسيقى اسمه ايه؟ مهني. لا مزمار. ايوه بس بس ميم ساكنة. مزمار. مزمار. مز مزمار. مزمار. طب يلا نسمع أنشودة حرف ازاي يا شطار. حرف نقرأ في اللغة في اللغة العربية نشطح ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية. حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان 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 فلنقرأ في كل مكان للغة العربية نشطح ونغني أحلى الألحان. يلا بصوت عالي بقى يا شطار، ازاي مع الفتحة صوتها ايه؟ ازاي مع الفتحة ز ز ز ز ز. ازاي مع الضمة زو 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 زو. ازاي مع الكسرة زي 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 زي. اخر زي اسمها زي ايه؟ زي ساكنة. ايوه برافو عليكي شاطرة جدا. اسمها زي ساكنة. استنوا ثواني كده هقول لكم دقة تاني. افتحها لي تاني يا مس. هفتحها تاني يا روحي. حاضر ثواني بس اصغرها عشان اعرف اوقف. وفي بسم الله اهي يا حبايبي. يلا ز ز ز. ازاي مع الضمة زو 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 زو. ازاي مع الكسرة زي 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 زي. وازاي احنا قلنا دي اسمها زي ايه بقى؟ ز زي ساكنة. ازاي المفتوحة زرافة ز ز ز زرافة. ازاي المضمومة زهور زو زو زهور. ازاي المكسورة زر سي 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 زر. زاي ساكنة مزمار ز ز ز مزمار. دان 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 فلنقرأ في كل مكان للغة العربية نشطح ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشطح ونغني أحلى الألحان. برافو عليكم شاطرين جدا يا شطار. ممكن بقى نيجي هنا ونكتب كلماتنا المهمة الحرف ازاي أصدقائنا الجداد. يلا نكتب يا شطار. أول كلمة سهلة جدا هي كلمة زر. يلا يا شطار. يلا يا حلوين هنكتب وبقى من أول السطر يا شطار وبخط حر. يلا زر. زر. زي زر. يلا يا شطار.
زي كسرة وبعدها على طول راء، كلمة سهلة جدا. برافو عليكي، بس هي الراء ليه بقت صغنونة كده؟ شاطرة يا روك، وريني يا دودو، وريني يا دودو، مش شايفة يا دودو؟ أحسنتي يا لما، وريني يا ادم انت كتبت ايه، انا ما شفتهاش يا ادم. مريم افتحي الكاميرا يا مريم، ايوه برافو عليك يا ادم شطور جدا. وريني يا مريومي، زر هي دي دال يا حور، دي دال، دي يا حور دي كده دال مش راء، الراء بتنزل من على السطر يا حور. شطوره يا مريومه برافو عليكي. يا جوجو فين زر يا جوجو؟ يا جوجة يا سخنطت، يلا هنكتب كلمة أرز. يلا هنكتب أرز أرز أرز. ايش برافو عليك. بصوا خلوا شو ادم انا مش شايفه، وانت كاتبها فاس جايب لي فاس. ماشي الالف يا ادم، الالف بيبقى على السطر يا ادم. انت كتبت الف كده، انت كتبتيها الشطره دي، انا اتفاجئت. طيب شطار جدا، طب عايزه منكم بقى حاجه يا شطار، احنا هنشيل الفتحه ونحطها ضمه، مين يعرف يقراها؟ نو اوها يا ادم، ادم رفع ايديه، يلا يا ادم عامل ايه بالظبط؟ اقرا الكلمه بعد ما حطينا الضمه على الالف. مش شايفه يا روح قلبي حور، مش شايفه يا حور. اوروز اورز اورز. شاطره برافو عليك، شاطره يا حور برافو عليك يا ادم. ممكن بقى كلنا نحط احنا كمان فوق الهمزه ضمه، نخلي الفتحه ضمه. يا جودي انا ما شفتكيش كتبتي يا جودي. يا روكا انت روحتي فين؟ يلا يا جوجو اكتبي معايا يا جوجو. روكا ما تتحركيش يا روكا، ايوه برافو عليكي شطوره جدا يا روكا بقى، خليكي شاطره. أحسنتي يا حور برافو عليك. طيب إحنا كلنا عايشين في إيه يا شطار؟ المكان اللي إحنا عايشين فيه اسمه إيه؟ هيا آدم. مبنى. مبنى. طيب لا، اللي هي اللي بداخل المبنى اسمه إيه؟ عمارة. عايش منزل. منزل. برافو عليك يا مريومة، اسمه منزل. شطورة. يلا نكتب كلمة منزل. 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 استني. منزل هنكتب ميم فتحة نون من. اكتب هنا. من. يلا يا أستاذة جودي اكتبي منزل. كتير. يلا يا حلوين. اللي حطي فتحة. شاطر يا ادم، بس يا ريت تبقى على السطر يا ادم الله يخليك. يا روكا يلا. يلا يا جودي مريم. يلا بنكتب يا شطار، جودي حبيبي اكتبي يلا من. هي زي هيا حور، يا حور هو انت خليتي ماما هي اللي تكتب؟ تعالي هنا. مش حاطه كده في تطبيقها.
مريومة وريني يا مريم، افتحي الكاميرا يا مريم. يلا شطورة جدا يا لومة، برافو عليكي يا لومة. حطي فوق الهمزة بتاعت أوراز ضمة يا روم يا لمة، حطي فيها ضمة بسرعة. حطي فوق الهمزة ضمة. يلا نزلها بسرعة. أنا شايفة جسر يا مريم. أيوه حطي نقطة نقطة. لين منزل. لين عصاية كده نسيبها لك. هي معوجة؟ هي معوجة تقريبا. ماشي يا مريم. طيب خلصنا كلنا منزل؟ لسه. لا أسرع. الله الله الله، شطار جدا، برافو عليك يا روكا، شطورة يا حور. يلا يا أستاذة جودي. طب يا شطار، يلا يا شطار عشان هسألكم سؤال. وريني يا جوجو. طب انا خلصت يعني يا مس. انت خلصتي؟ فين اللام بقى يا جوجو؟ ايه يا جوجو فين اللام؟ اشمعنى اللام اللي انت خلتيه؟ بصي فين اللام، انا شايف مش شايفه لام. منزل في لام في الاخر. لا لا، فراحت فين اللام؟ يلا يا جميلة. مين اللي هيقول لي الأرنب الجميل بياكل ايه؟ نظر. يلا نكتبها. أحسنتم. يلا يا شطار، جيم جا. يلا يا شطار، جا زا را جازر. يلا نكتبها. يلا يا جوجة. يلا يا جوجة، انت بتكتبي الكلمة في صفحة لوحدها يا جوجة. آدم فين كشكولك يا آدم؟